اهلا بيكم طلاب الصف الثالث الثانوي. النهارده هنشرح مع بعض ملخص للقصه الجديده اللي هي مقرره عليكم السنه دي، اسمها Great Expectation. Great Expectation معناها الامال العظيمه او التوقعات العظيمه. هنشرح مع بعض ملخص للقصه وحكايتها بالعربي. القصه بتدور حوالين ولد اسمه باب. الولد دوت كان يتيم، والده ووالدته متوفيين، وكان عايش مع اخته. اخته ديت زوجها كان حداد، كان دايما هو كان مصاحب زوج اخته قوي، كان قريب ليه اكتر من اخته. فالولد دوت كان دايما بيروح المقابر، كان دايما بيروح المقابر للقبر بتاع والده ووالدته عشان يزورهم. فكان كل ما يخرج يروح المنطقة المقابر دي. ففي يوم أثناء ما هو كان رايح في المقابر، وكان الجو مغيم كده، كان افترنون، وكان الجو كده معتم شوية، وكان في الشتاء. الولد دوت وهو في المقابر، الصورة عندنا اهي، الولد كان ماشي في المقابر، وبعدين فجأة واحدة سمع شخص بيكلمه، فاتلفت ليه وهو خايف، لقى شخص كده شكله غريب والملابس بتاعته متقطعة ومتبهدل كده، وعمال يرتعش، وبعدين بيشخط فيه جامد كده. والراجل دوت كان في رجليه كلبشات، فالراجل دوت نادى عليه مسكه كده وقال له انت مين، وانت عايش مع مين، وانت اسمك ايه، والكلام دوت. فهو كلمه وهو خايف وبيرتعش وكده. فبعدين الراجل ده طلب منه، قال له انت تجيلي بكره، بكره الصبح هستناك، تجيلي تجيب لي معاك اكل، وتجيب لي مبرد الحداد. ده طبعا هو الولد حكى له، بيب حكى له، قال له ان هو عايش مع اخته، وجوزها جوز اخته دوت حداد. فهو قال له انت عارف المبرد بتاع الحداد؟ قال له ايوه. قال له انت تجيلي بكره، تجيب لي الاكل، وتجيب لي المبرد بتاع الحداد دوت، اما هقتلك او هقتلك. فبعدين قال له الولد خاف جدا، طبعا عشان ولد صغير فمش فاهم، فاكيد هينفذ له اللي هو عايزه. الولد خاف جدا ورجع جري على البيت عمال يرتعش وخايف. فاخته بتزعق له، بتقول له انت كنت فين دلوقتي؟ وقعد يقول لها كنت في المقابر، كنت في المقابر. قالت له احمد ربنا ان انت ما اتدفنتش معاهم، او ان انت ايه اللي موديك المقابر بالليل دلوقتي. فالولد راح قعدوا بقى يتعشوا كده، راح شايل الاكل بتاعه في جيبه، عمل ان هو كله وشايله في جيبه عشان يوديه للراجل تاني يوم. الولد بقى بعد ما شال الاكل للراجل وراح خلص كده من ورا جوز اخته، وخد المبرد بتاع الحداد، الحدادة بتاعته، وخباه مع الاكل ودنه لتاني يوم. وبعدين راح الصبح للراجل دوت خوف خايف منه، فخد معاه الاكل وخد معاه المبرد. راح لقى الراجل دوت بيتخانق مع شخص وعمالين يضربوا بعض جامد وكده. فهو وقف استنى كده لحد ما الراجل رجع له، فهو بيسأله بيقول له هو مين ده او كده. فالراجل يعني ما ردش عليه او كده. فهو قال له انت جبت اللي انا قلت لك عليه؟ فراح قال له ايوه. راح مطلع له الاكل، الراجل قعد ياكل جعان، ما كانش شكله بقاله فتره. وبعدين خد منه المبرد وبدأ يفك في الكلبشات اللي كانت في رجليه. بعد كده بيب مشي بقى خلاص، وعمل اللي عليه، خاف راح راجع جري على البيت خلاص وعمل اللي عليه. بعدين وهو في البيت وهو عند اخته، الشرطة جات، فجايبين كلبشات وبعدين بيدوها للحداد، بيقولوا له سمحت احنا عايزين نلحم الكلبشات ديت عشان دي بتاع سجين هارب، وهو فك الكلبشات واحنا عايزين نظبطها عشان ما نقبض عليه يعني كده. فبيب بقى عارف ان دوت سجين هارب، وفعلا هو كانت توقعات في محلها، فعلا هو دوت كان في سجينين هاربين وهما اللي كانوا بيتخانقوا مع بعض دوت، ودوت واحد منهم. وبعدين الموضوع هو خلاص ده انه مخبي السر دوت، ان هو ساعد الراجل دوت، وفضل مخبي السر ما اتكلمش. وبعدين جه في يوم شخص جه لاخت بيب وجوز اخته، وجوز اخته في البيت، وقال لهم في واحده عايزه بيب عشان يروح، دعته للقصر بتاعها
عشان يروح يلعب هناك، في بنت هناك يلعب معاها عشان يقعدوا يصلوا بعض. الست ديت بعد كده هنعرف ان هي ست غنية جدا وعندها قصر ومعاها بنت. البنت دي مش بنتها، هي متبنياها ومعيشاها معاها، فهي عايزة ولد يلعب معاها يسليها او كده. والست ديت كانت غريبة جدا وتصرفاتها غريبة، وكانت دايما لابسة فستان فرح، وتخش البيت بتاعها تلاقي المراسم الزفاف معمولة والحاجات بتاعت الفرح كلها مظبطة والدنيا متزينة وكل حاجة. والكلام دوت من فترة كبيرة قوي، مش حاجة معمولة جديدة، لا من سنين طويلة جدا. فحكاية الست دي ايه؟ ان هي كانت تحب واحد والشخص دوت ما كانش بيحبها، هو كان طمعان في فلوسها، ففضل يستنزف في فلوسها، ياخد في فلوسها لحد ما جه يوم الفرح وكانت التجهيزات وكل حاجة. الراجل الشخص دوت ما راحش الفرح، وهي من يومها وهي سايبة كل تجهيزات الفرح وكل ولبس الفستان وكل حاجة من يومها، مجهزة كل حاجة من يوم الفرح. فهي حصل لها عقدة من ناحية الرجالة، فكانت كل غضبها وكل اللي حصل لها كانت بتفهمه للبنت اللي هي بتربيها ديت، بتقول لها ان هي ازاي تنتقم من الرجالة. فالشخص دوت قال له ان الست ديت اسمها هشام، الست ديت عايزة بيبي عشان يروح في قصرها يلعب مع البنت اللي هناك اللي معاها شوية، وهي عايزة يروح يتسلى شوية في القصر. فبيب دي فرصة كانت لبيب ان هو يشوف الناس الاسرية ويعيش حياتهم ويشوفهم عايشين ازاي. فهو راح بيب القصر للست ديت، فهي كلمته وقعد معاها. وبعدين نادت بنت اسمها ستيلا، نادت على ستيلا قالت لها خدي العبي مع بيب، وجابوا كوتشينة وقعدوا يلعبوا كده. صفات ستيلا كانت بنت متعجرفة، كانت دايما بتبص لفوق، كان دايما بتحسس اللي قدامها ان هو اقل منها، كانت دايما بتحتقر من اللي قدامها. طبعا هي تربيتها، هي اللي مربياها على ان هي تكون كده، ان هي عايزه تصنع منها واحده قويه محدش يقدر يقهرها زي ما هي اتعمل فيها. فكانت عايزه تصب كل غضبها من ناحيه الرجاله في شخصيه ستيلا. فكانت ستيلا دايما يعني حس بيب ان هي مش لطيفه، حس ان هي دايما بتقلل من شأنه، حس ان هي دايما بتحتقره. مرة على مرة كان بيروح يلعب معاها في القصر بتاع هشام، مرة على مرة هو على الرغم من ان هي صفاتها وحشة بس هو بدأ يحبها، بدأ يحب البنت اللي هي ستيلا دي. طبعا القصة معمولة على فترات، على مراحل نمو الولد دوت اللي هو بيب لحد ما يكبر خالص. يعني في احداث كتيرة مرت، احداث فرعية، بس احنا بنحكي الاحداث الاساسية اللي هي قايمة عليها القصة. فبيب كان بيروح دايما تستدعيها في شام عشان يروح يلعب مع ستيلا عشان يسليها، لان ستيلا طبعا عايشة هي لوحدها، لان هي في شام دي متبنية مش بنتها اصلا. فبعدين جه في يوم بيب لقى في شخص رايح لهم البيت، وبيقول لاخته وجوز اخته ان هو في شخص خصص جزء من المال عشان بيب يروح يتعلم بره، يسافر بره ويتعلم بره، ويبقى من الناس اللي هم الجنتلمنز اللي هم الاعيان، يعني يتعلم يبقى ازاي يبقى جنتلمان. والشخص دوت قال له ان هو ما يرجعش لندن تاني، وان هو ما يغيرش اسمه، يخلي اسمه بيب زي ما هو. فدي كانت فرصة عظيمة لبيب ان هو خلاص بقى يخرج. هو بيب الاول كان بيحب شغلة البلاك سميس اللي هي الحدادة، وفترة مرة على مرة من تصرفات ستيلا له وان هي دايما بتحتقر، وبدأ يحتقر المهنة ديت ويتطلع الى امال كبيرة بقى اللي هو يبقى من الاعيان زي ستيلا عشان يعجب ستيلا وعشان ما تحتقروش. ده هو حس بالنقص، ستيلا حسسته بالنقص، فهو عايز يثبت نفسه ويثبت ذاته عشان يحسس ستيلا ان هو مش قليل، مش زي ما هي شايفاه او زي ما هي متوقعه، عايز يثبت لها الاحسن. فدي كانت فرصه عظيمه جدا لبيب ان هو يتعلم بره ويدرس ويبقى من الجنتلمنز. فبعدين اخت باب وجوز اخته وافقوا، قالوا دي فرصه عظيمه له. اول ما توقع بيب
ان الشخص دوت، وطبعا الراجل اللي راح قال، الراجل الشخص المتبرع بالفلوس ديت قال ان ده يكون سر، ما قالهمش مين. فاول شخص جه في دماغ باب السيده عفشم، قال هي اكيد السيده عفشم اللي تبرعت بالمبلغ دوت عشان تبعتني للدراسه، عشان هي بتحبني وان انا كانت بتستدعيني دايما عشان اروح العب مع ستيلا وكده. ده اللي جه في دماغ باب، بس الحكايه اتضح بعد كده ان هي مش هي خالص. فهو راح للسيده عفشم وقال لها ان حصل كذا كذا، توقع ان هي تقول له مثلا انا او كده. لا، هي دايما يعني كانت غريبه في تصرفاتها، فهي ما ابدتش اي، قالت له كويس ودي فرصه كويسه وكده، وقالت له ان كمان ستيلا هتسافر بره عشان تتعلم هي كمان وتبقى من الاعيان وتبقى سيده من الاغنياء، ودي فرصه عظيمه ليك يا بيب عشان توصل لستيلا او توصل لقلب ستيلا. جهز نفسه بقى. طبعا الشخص اللي راح له دوت قال له ان في معايا مبلغ من المال هيبقى ليك عشان تجهز هدومك وتجهز حاجتك وملابسك عشان ناخدك بقى على المكان اللي هتروح فيه عشان تتعلم بقى. الشخص دوت اداله مبلغ من المال، قال له خد بقى جهز نفسك واعمل حاجتك، والمبلغ التاني هيبقى معايا عشان انا اصرف عليك لتعلمك، اي حاجه هتحتاجها هتعمل لي بيها الوصل وهتجيبها لي وانا هسد عنك الديون اللي انت محتاجها، على حسب الشخص اللي اداني المبلغ وقال لي ان انا اديهولك، بس هيبقى تحت تصرفي انا، يعني انت اللي هتحتاجه مني هتقول لي عليه. فجهز نفسه بيب، جهز نفسه بقى للسفر، ودع اخته ودع جوز اخته وسافر مع الشخص دوت. سافر اتقابل مع واحد اسمه روبرت. روبرت ده كان بيعلمه الاداب الاكل واداب اداب المشي واداب اللبس عشان يبقى جنتلمان وعشان يبقى من الناس اللي هي الاعيان. مرت الايام وبدا هو في دراسته وبدا يتعلم وبدا من بقى من الناس بقى بيتعلم، بيبقى زي الناس الاغنياء، بقى بيتكلم زيهم، بقى بياكل زيهم، بقى معظم حياته بقت زي الناس الاغنياء، وحقق ذاته وبقى راجل محترم في البلد. كان شخص روبرت دوت كان بيشتغل في شركه، وبعدين هو ما كانش لاقي شغل، وبعدين هو ساعده، كان بيروح يدفع فلوس عشان دفع فلوس لشخص عشان روبرت ده يشاركه، وما رضيش وقال له الفلوس ديت انا ما تعرفش روبرت ان انا اللي دفعتها، انا عايز احقق له وظيفه كويسه لانه علمني كتير، لانه هو علمه واهتم بيه، فهو عايز يرد له جزء من الكيميل بتاعه. فتره على فتره الديون بتاعت بيب زادت قوي، لانه بيدفع مبالغ كبيره للشخص دوت عشان تستمر الشراكه ما بينه وبين روبرت، وبدا يصرف على الملابس ويصرف على حاجات كتيره. وبعدين فتره لقى شخص جاي له بيقول له، يعني بيكلمه كده ان هو وحشه، يعني رايح بيحضن فيه كده، فهو خاف منه، فبعدين مش عارف هو مين، فبيقول مين الشخص ده، فهو مستغرب عمال يقول انت مين او كده، والتاني بيبص له كده بان هو وحشه كده. فبعدين قال له انت مش فاكرني؟ قال له لا، قال له انا السجين الهارب اللي انت جبت لي المبرد عشان تفك لي الكلبشات وجبت لي الاكل، انا ما اقدرش انسى جميلك، وانا جيت عشان اشوفك وقطعت مسافه كبيره عشان اشوفك، وانا هربان من السجن، المفروض دلوقتي بيدوروا عليا، لكن انا قررت ان انا اجي عشان اشوفك. طبعا بيب مشاعره اتلخبطت، مش عارف يعمل ايه، محتار ازاي ان هو هيبقى سجين هارب معاه، وخايف ان هو يقعده معاه، ومش عارف يعمل ايه، وعايز يتخلص منه باي طريقه. بعد كده الشخص دوت اللي هو السجين دوت قال له انا عايز اقول لك على حاجه، قال له انا الشخص اللي تبرعت لك بالمال عشان تيجي تتعلم. طبعا مشاعر بيب اتلخبطت جدا، وبقى مش عارف يعمل ايه، وكان عايز الارض تبلعه. ليه؟ لانه ما كانش منتظر ان الفلوس اللي تكون اتدفعت له من الشخص ده، هو كل اللي كان في دماغه ان السيده عفشم هي اللي كانت بتدفع له المبلغ دوت عشان يبقى من الاعيان. عمره ما كان يتوقع ان الشخص اللي دفع له الفلوس ديت سجين هارب وشخص مطلوب للعداله. فالشخص دوت قعد يكلمه، فهو ما كانش عارف يعمل ايه، هو له الشخص ده طبعا له عليه افضال، بس في نفس الوقت هو سجين وهارب ومسؤوليه، فكان خايف مش عارف يعمل ايه.
فراح للمحامي بتاعه، الشخص اللي هو عرض عليه الفلوس دوت، اللي هو راح له اول مره وقال له ان انا في شخص متبرع لك بفلوس، الشخص دوت محامي. فراح له قال له الشخص دوت هو شخص سجين الهرب ده هو اللي دفع لك؟ فقال له ايوه. وكان في سيده غريبه هناك طبعا عند المحامي ديت، الخادمه هناك كانت غريبه شويه، وكانت لما تسمع كلمه، لما تسمع كلامه مثلا عن ستيلا او هافيشام كانت بتستغرب كده. فهو كان ما كانش يعرف هي الست دي مين ولا كده. هيتضح بعد كده الست دي ام ستيلا، والسجين الهارب دي ابو ستيلا. الست ديت كانت المحامي دوت بيترافع عنها في قضيه، وبعدين لما كسب القضيه وخرجت شغلها عنده خادمه عشان هي إيه ترقف بحالتها. والسجين الهارب دوت ابو ستيلا، وكان محكوم عليه. والبنت ستيلا ديت كانت المفروض هو باباها اللي هو السجين دوت كان مفكر ان مامتها قتلتها وان هي داخله السجن فيه عشان قتلها، لكن السيده هافيشام خدت ستيلا، كانت عايزه بنت تربيها، فلقت البنت دي ظروفها كده، باباها مطلوب للعداله ومامتها رخرة متهمه في قضيه، فخدت البنت دي عشان تربيها وتتبناها. ده بعد كده اتعرف واحده واحده ان الست اللي شغاله عند المحامي ديت ام ستيلا، والراجل دوت ابو ستيلا. طبعا ابو ستيلا اللي هو الشخص اللي كان هارب دوت ده ما يعرفش ان ستيلا عايشه، هو كل اللي يعرفه ان مراته زوجته قتلت بنته عشان تنتقم منه، وما يعرفش ان ستيلا عايشه. بعد فتره من الوقت الراجل ده طبعا عايش مع بيب. بيب عايز اي طريقه، قعد يكلم روبرت يقول له طب انا اعمل ايه دلوقتي. كان روبرت هو الصديق الصدوق بتاعه، كان بيحكي له على كل حاجه. قال له طب انا دلوقتي اعمل ايه، انا مش عارف، الراجل ده له فضل عليا وفي نفس الوقت انا خايف من قعدته معايا ومش عايز ان هو يبقى معايا، اعمل ايه؟ قال له انت تاخده مكان وتوديه فيه عشان يستخبى، وتسيبه تيجي وتسيبه ترجع، انت كده كده خلاص بقى ما عندش، انت عرفت اللي فيها وما عندش خلاص، محتاج وتعتمد على نفسك بقى وتشوف مسؤوليات. قال له طب وبالنسبه للديون اللي عليا، انا عليا ديون كتير وفي حاجات فرقت لازم اسدها كتير. فراح للسيده هافيشان طلب منها، راح الاول يسال على ستيلا، راح لها وطلب منها ان المساعده فلوس عشان يسدد ديون، وهي فعلا بالفعل وافقت تديله الفلوس. وبعدين هناك قابل ستيلا فكلمها ان هو بيحبها وكده، فستيلا كانت مغروره، كانت ما كانتش يعني كانت تحب ان هي تخلي الرجاله تقع في حبها وفي الاخر تسيبها، عشان دي طبعا تربيه السيده هافيشام عشان تنتقم من اي راجل، كانت تربيتها كده. فقالت له لا، ان هي مش بتحبه، ان هي مش بتبادله نفس الشعور، وان هي تتجوز رجل ثري، وان دي صفقه كبيره، وان هي بتبص للفلوس مش بتبص للحب. فرجع خايب الامل بقى، رجع المهم سدد فلوسه وشاف مركب عشان يهرب بيها، يهرب السجين دوت. وهو في طريقه في البحر السلطات عرفت مكانهم، فالسلطات طردتهم، السلطات طردتهم. والراجل اللي هو السجين دوت حاول بقى اتخانق بقى هو السلطات، وقعدوا ضرب نار وضرب أسلحة وكده. الراجل دوت اتعور واصيب بشدة واتاخد طبعا في الآخر، وراح للمستشفى بتاعت السجن. طبعا بيب رجع وحس ان هو السبب في اللي حصل للراجل دوت، وان هو ما كانش يستاهل منه كده، وان هو اللي عمله، هو اللي وفر له فلوس عشان يسافر ويشتغل وكده، وما كانش صح منه ان هو يعمل كده. فكان حاسس بالذنب، فكان كل يوم يروح له في السجن يزوره، كل يوم يروح يزوره ويقعد يتكلم معاه عشان العقدة بتاعته او الذنب. الراجل كان مريض جدا، كان بيموت يعني. فبعدين في اخر مره له، فالراجل بيكلمه، فتح له قلبه وقعد يكلمه، قال له ان انا كنت متزوج وعندي بنت ومراتي قتلت بنتي وكده. قال له على فكره بنتك عايشه واسمها ستيلا، وبنتك من الاعيان، ودلوقتي هتتجوز واحد ثري، وبنتك انا كنت بحبها وكذا وكذا، واعترف له بكل حاجه. الراجل انبسط جدا ان بنته عايشه وان الكلام دوت. وفي الاخر الراجل توفى. بعد ما الراجل توفى بيب بقى خلاص كده بقى مش عارف يعمل ايه، بس هو حاسس ان في حاجه اتزاحت من على قلبه خلاص، يعني ما عادش حاسس بعقده الذنب. فبيب بقى قرر ان هو يرجع بلدته تاني. كانت اخت بيب توفت برضو في من الاحداث، ان جاله خبر ان اخته توفت. فبيب قرر ان هو يرجع تاني عشان يشوف ستيلا، لسه حبه لستيلا موجود.
فرجع تاني للقصر بتاع، رجع البلدة بتاعته، ورجع أول ما راح راح القصر بتاع هافشام. هافشام كانت توفت هي كمان، فهو سأل عليه، عرف إن هي توفت. بعد كده عرف إن كل أملاك هافشام راحت لاستيلا، بس هو عارف إن استيلا متزوجة. فهو راح القصر ووقف قدام القصر كده ودانه واقف، فجأة لقى مين؟ لقى استيلا. فكلم استيلا، فقعد يتكلم وقالت له انا كنت غلطانه، وانا كنت تربيت هافشام، هي اللي كانت مربياني على كده، وهي مربياني على العداوه، وان انا امقت الرجاله، وان انا العب بقلوبهم زي ما اتعمل فيها، وانا وان هي زوجها توفى، وان هي كانت الجوازه ديت ما كانتش موفقه، وان هي ما كانتش مبسوطه في حياتها، وان هي ضحت بحاجات كتير او ضحت بشخصيتها من اجل هافشام. يعني خلت هافشام تتلاعب بشخصيتها وتعمل اللي هي عايزاه وتنفذ اللي هي عايزاه، بعيد عن خالص عن رغباتها، عن رغبات استيلا. وهو طبعا كان بيستمع وهو مش عارف يقول ايه، مستغرب يعني ان هي اتغيرت كده، وان هي وبعدين قالت له ان هي ان انت لو لسه بتحبني انا كمان بحبك وكده، ونبدا حياه جديده ونبدا عيشه جديده. وخلاص هافشام توفت، ماتت، وهو كمان خلاص ما عادش قدامه حاجه، خلاص اخته توفت، الراجل اللي كان بيصرف عليه خلاص لازم يعتمد على نفسه. وهو تعلم تعليم كويس، وهي برضو تعلمت تعليم كويس، وبقوا الاتنين من الاعيان، وبقوا الاتنين مناسبين لبعض. وهي ورثت، بقت عندها ورث من هافشام وكده، فالدنيا خلاص بقت قدامهم كويسة ان هم يبدأوا حياة جديدة. طبعا دوت كان صدمة لبيب، وان هو كان يتمنى كده وانبسط جدا. والقصة خلصت على كده، ان خلاص بيب رجع تاني لستيلا، وان ستيلا عرفت ان بيب مش قليل، وان هي كانت دايما بتسخر منه وتتلاعب بمشاعره، وان هي عرفت غلطته وخلاص. ودي القصة المقررة على تالتة ثانوي الجديدة السنة دي. أحد قصة جميلة جدا، قصة ممتعة، قصة سهلة جدا، من أسهل القصص. يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله لو عايزين القصة أقرأها لكم إنجليش نقرأها إن شاء الله شابتر شابتر، هنقراها مع بعض. أنا قلت الأول أعرفكم أحداث القصة تعرفوها إن عربيك، وبعدين بعد كده إن شاء الله ندرسها إنجليش، ونشوف الأسئلة الهامة عليها للصف الثالث الثانوي. يا ريت تتابعوني على انجلش فور ويز غادة، ما تنسوا شير، لايك، سبسكرايب. جود باي.